أهلا فيكم حبايبي برج الجدي، راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الجدي، ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك. طبعا مثل دائما القراءة عامة، يعني مش راح تنطبق على الجميع، ولكن أنت خد من الفيديو أو من القراءة الشيء اللي بتحس إنه بيفيدك أو بينطبق عليك. ما تحاول تخلي القراءة تنطبق عليك. عم شوفك انت بدك علاقة، او بالمستقبل بتطمح بعلاقة انه تكون هارمونيوس، او انه تكون متناغمة ومتوازنة. عم شوفك بالمستقبل تبحث عن التوازن، وأغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني أو توازن بحالك أنت. أيضا واحدة من الأسباب بطاقتك بالمستقبل إنه عندك Five of Swords. Five of Swords أنت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك، يعني أنت شخص عنيد جدا، بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك، ولو على حساب انك تخسر ناس في الطريق، او تخسر علاقة، او تخسر حبيب. عم شوفك برغم انك بدك تحكي مع هالشخص، وبرغم انك بدك بداية جديدة مع هالشخص، لأنه العامل المشترك بينكم هون في بدايات، فأنت بدك بداية، ولكن بدايتك فيها حكي، فيها صراحة أكتر، هو بده بداية عاطفية أكتر. ف عم شوف إنه أنت بالمستقبل ما بدك تتنازل، عم تبحث عن الشفاء، ما بدك تتنازل. واحدة من الأسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم أو تأخر بالتواصل بينكم، إنه أنت عم تنظر للأمور من منظور واحد، من منظورك أنت، بدك الأمور تمشي مثل ما أنت بتريد، وعم تعاند شوي، طاقتك فيها شوي عناد، لأنه بدك توصل إلى النقطة اللي أنت بدك إياها، أو بدك الشخص، يعني بدك إياه يكون مرن أكتر، بحيث أنه يمشي مع اللي أنت بدك إياه، أو اللي أنت بتتوافق معه. طيب بدنا نشوف هالشخص، لأنه هو مبين أنه منطوي على حاله بهالفترة، ولكن الرابطة الروحانية بينكم كتير قوية. عم يفكر فيك هالشخص كتير، وعم يفكر فيك أيضا بطريقة جسدية، بطريقة شغوفة كتير. فبدنا نشوف هالشخص، هل راح ياخذ خطوة بالتقدم تجاهك؟ هل بده يحكي معك؟ شو رح يصير بعد فترة السكون هاي؟ فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدمه لإلك، لأنه في عندك الفارس على الخيل أو على الحصان، متجه إلى مطرح، متجه إلى مطرحتك، ورقة التقدم هاي. وأيضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية. ممكن البداية بينكم تكون، أو ممكن الحكي بينكم يكون، أو هالشخص يتقرب منك بطريقة أصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية. عم شوف إنه هو بده يخليها عفوية أكتر بالبداية، أو كبداية بده إياها تكون عفوية أكتر، تبدأ بمنظور صداقة، بعدين تنتهي إلى ارتباط، او تنتهي الى حتى هالشخص ممكن يعترف لك لحقيقة مشاعره او مدى عمق مشاعره. انت ممكن اصلا ما تتوقع او ما تفهم او ما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص تجاهك،
بالنسبة لذا لوفرز، ذا لوفرز بتحكي عن سول ميت وأيضا بتحكي عن اتخاذ قرار، فبدنا نشوف لأنه هالطاقة مشتركة بينكم، بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخذوه انتو كطاقة مشتركة بينكم. بدنا نشوف إذا الأوراق رح تكون متناغمة مع بعض أو رح تكون متضاربة، يعني بدنا نشوف إذا رح توصلوا لنفس الاستنتاج أو رح تكونوا في مطرحين مختلفين فكريا عقليا. فبدايات جديدة رح تكون، بدايات جديدة بالحكي رح تكون، ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك، أو ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب، لأنه هاي فقط ترمز إلى الكوميونيكيشن، ترمز أيضا إلى اعترافات، فأي إشي كان مخبى بينكم رح تحكوا فيه. أيضا ذا ستار ويش عم رح تشاركوا لبعض أو رح تحكوا لبعض عن آمالكم بهالعلاقة، أو يعني in general العلاقة بينكم رح تنتهي بانتصار، لأنه أو التواصل بينكم رح ينتهي بانتصار لأنه هالشخص طالع من معركة منتصر، فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلأ إلا أنه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة، فيها انتصار، وفيها أيضا wish fulfillment، أمنية تتحقق. فأوراق كتير منيحة بصراحة. أوكي، مبين أنه في حدا بحياتك حاليا يا برج الجدي عم يطالب باهتمام أكتر منك. do something for someone، بدك تبين مشاعرك أكتر لهالشخص، لأنه عم حسك أو عم شوف إنك منغلق أو منطوي على حالك كتير، وممكن عم تتعامل مع الوضع أو مع الشخص يعني بأسلوب صارم أو بأسلوب شديد. في أيضا عندك five of actions five of thoughts، فعم بتحس بخسارة، من خسارة علاقة، أو عم تحس بخيبة أمل. ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بتحس ب disappointment أو بتحس بخيبة أمل، ممكن من تصرفات هالشخص أو ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم. فحاليا كروت النصيحة بدها إياك تعرف إنه إذا في عندك قرار بدك تاخده أو موقف بدك تتبعه، هلأ الوقت المناسب إنك تاخد قرار، سواء كان لأنك تبين له الشخص إنك بتحبه، أو بدك توضح له معلومة، بدك توضح له إشي معين، هلأ هو الوقت المناسب إنك تتخذ هالقرار. طيب نبلش بطاقتك أول يا برج الجدي. كتير عم شوفك guarded، في عندك كتير منطوي على حالك، مش عم تسمح لأي حدا يفوت بحياتك أو بمجالك أو بطاقتك حتى. عم شوفك أيضا كتير معتمد على حالك ومركز كتير على الشغل أو مركز كتير على الأمور المادية بعقلك الباطني، ولكن بدك بداية جديدة. عم شوف انت وهالشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالأصح، ولكن انت عم شوفك بدك صدق أكتر بالعلاقة من اللي عم يقدمه هالشخص. بتشوف انه هالشخص انت ممكن متقلب الرأي أو كتير بيغير رأيه هالشخص، وانت بدك تحكي لهالشخص معلومة انت كنت مخبيها، اعتراف ممكن، او بدك هالشخص يكون معك صريح جدا. عم شوفك كتير معتمد على حالك وما عندك اي مشكلة انه اذا يعني العلاقة ما نجحت او اشي مثل هيك، ما عندك مشكلة انه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي، او انك تكون مش في علاقة. يعني عم شوف الستاندردز تبعك او متطلباتك من الشخص القادم، الشخص الجديد او الشخص اللي في حياتك حاليا، متطلبات عالية ممكن تكون.
بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك، عم يحس إنه مهاجم بشأن إشي معين بالعلاقة، عم يحس إنه مهاجم، وعم يحس إنه في مطرح بده يدافع عن حاله. أيضا ممكن يكون بتناقض هالشخص بأفكاره الداخلية، يعني ممكن يكون متقلب المزاج، متقلب الرأي، وعروض الحب اللي عم يقدمها لإلك أو مش مثل ما أنت بدك إياها، هي عروض فقط صغيرة، يعني هي فقط بدايات، ممكن يكون بدايات بالحديث، ممكن يكون يعني إشي صغير اللي عم بيقدمه لإلك، وأنت عم شوفك بدك إشي أكبر من هيك، بدك إشي بالأصح ملموس، إشي بالفعل تعتمد عليه، أو شيء ممكن تقدر تقيسه هالشيء. بالنسبة لخطواتك في المستقبل، عم شوفك عم تيجي على حالك، يعني عم تاخذ قرارات بشأن هالعلاقة ممكن تؤدي إلى زعلك، أو عم شوفك عم تخرب على حالك كتير، ممكن بأنك كتير انطوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة، فعم تخرب على حالك، سيلف سابوتاج، ممكن مش عم تحكي لهالشخص عن انت شو بدك، ف بينتهي الوضع إلى انك يعني تكون انت اللي عم تبدأ وعم تنهي، عم شوفك وعم تيجي على حساب حالك بأنك بدك بداية جديدة، بس مش عم تحكي، لأنه عم تشوف إنه في أولويات أو اهتمامات أخرى أهم من هالإشي، ممكن يكون الشغل، ممكن يكون أي إشي آخر، ولكن عم شوفك عم تاخذ موقف، أو بالمستقبل راح تاخذ موقف من هالشخص كتير صارم. الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها برج الجدي ممكن تكون أبراج نارية أو أبراج هوائية، ممكن أيضا عم تتعامل مع برج الجوزاء، و بالأخص برج الجوزاء، هاي بتوقع طاقتك هون عند هالشخص، لأنه هالكرت بيتبع برج الجدي. ف بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل، عم شوف إنه كثير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة جسدية، أو عم بيحس إنه روحيا مرتبط فيك، مش قادر يشيلك من رأسه، مع أي ولكن في المستقبل لسه العروض اللي بده يقدمها عروض صغيرة، لأنه عم شوفه من رح ينتقل من الفترة الحالية أو في الماضي القريب بينكم، كان في هالشخص كان بيحكي كتير، الكوميونيكيشن بينكم كان كتير عالي، ولكن في المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوي على حاله أكتر، مش عم يحكي بشو هو بيحس أكتر، عم يحاول يستشفي هالشخص، لأنه بيحس إنه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى يكتشف، أو لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوين يعني. لكن عم شوفك أنت بس للمنفصلين منكم، بس انفصلت عن هالشخص، عم شوف انه انت مركز كتير، او عم تحط مجهودك، عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الاخرى. بصراحة عم شوف برج الجدي عم يحس بخيبة امل كتير عالية من تطور العلاقة، يعني بيحس وكأن انت بتحس وكأنه missed opportunity، أو بتحس وكأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة، ولكن
ضاعت منكم، ممكن تحس انه هالشخص ضاع منك.